تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. وإحنا حين في مود الإجازة والاحتفالات باليوم الوطني، صبحكم الله بالخير مستمعينا. نرحب فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة، في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا المبدع دائما نمر محمد. يشاركني في التقديم اليوم زميلتي آمنة العلي. صباح الخير آمنة. أهلا دكتورة، صباح النور. ومعاكم مقدمتكم دكتورة هند العوضي. مستمعينا الأعزاء، من خلال برنامجكم صحة وسعادة أذكركم بأرقام التواصل معنا، الأرقام التالية 600551414، والرسائل النصية القصيرة 4006. مثل ما تعودتم مستمعينا دائما أذكركم بالثلاثي المثلث الذهبي اللي أنا دوم أسميه للإجراءات الوقائية لحمايتنا من كوفيد-19. لازم نحرص على ترك مسافة كافية بيننا وبين الآخرين لا تقل عن مترين، نرتدي كماماتنا دائما وأبدا وبالطريقة الصحيحة، ونغسل إيدينا باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية. حلقتنا اليوم مستمعينا متنوعة ومليئة بالمواضيع الشيقة. رح نتحدث عن يوم الشهيد اللي تحتفل فيه دولة الإمارات، وبعدين رح تكون عندنا خبيرة التغذية بتحدثنا عن الغذاء المفيد في فصل الشتاء، وبعدين رح نتحدث شوي عن قسم الأعصاب في مستشفى راشد، وبنتكلم بعد عن مشكلات النوم لدى كبار السن. خبرنا اليوم يقول الإمارات تحيي يوم الشهيد. دولة الإمارات اليوم يوم الشهيد اللي صادف 30 نوفمبر من كل عام، هاي المناسبة تحتفل فيها الدولة بالشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها. في هذا اليوم تستذكر الإمارات بطولات أبنائها البررة اللي بذلوا الغالي والنفيس في رفعة الوطن والذود عنه بإقدام وشجاعة، وقدموا أرواحهم في سبيله. وهذا اليوم احنا نقول ان تضحيات شهداء الوطن الأبرار بأرواحهم الغالية ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن ووجدان أبناء الإمارات. ويمثل يوم الشهيد قيم التضحية والفداء وحب الوطن والولاء والالتفاف حول القيادة الرشيدة التي سخرت كل شيء لتبقى الإمارات عنوان للتسامح والسلام والإنسانية. وفي عام 2015 تم الإعلان عن هذه المناسبة رسميا، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما بأن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوما للشهيد، تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة. يوم الشهيد. طبعا أمنا هذا اليوم هو يوم احنا دائما نذكر شهدائنا اللي بذلوا الغالي والنفيس في حماية دولتنا، وان شاء الله يعني ذاكرتهم بتكون محفورة على مدى السنين. نعم دكتورة، ذاكرة شهداء الوطن ستبقى، وأمهات شهدائنا أيضا نذكرهم دائما بالدعوات
ونتمنى طبعا أن تظل دولة الإمارات العربية المتحدة محفوظة بحفظ الرحمن. آمين إن شاء الله. أقسم بالله العظيم. هم حماة القيم، مثال الشجاعة، حملوا مشاعل الأمل وأناروا دروب الحق والكرامة. لن ننساهم ما دمنا حبا لهذا الوطن. يوم الشهيد. صحة وسعادة. ومعانا الحين بنستضيف أسماء الجناحي، مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار ومناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي أسماء؟ بداية اخترنا تغريدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، يقول فيها: في يوم الشهيد نقف بإجلال أمام روح البذل والعطاء لشهدائنا، والتي ستبقى دائما الحافز الذي يدفع الجميع لبذل أغفى طاقاته ليبقى علمنا خفاقا. ونتوجه بالتحية لأمهات الشهداء وذويهم، فهم خير برهان على مدى تلاحم وتماسك المجتمع الإماراتي وصلابة بنيانه. هاي كانت تغريدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد المكتوم. طبعا نمشي بالأمور اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بحسابات هيئة الصحة. ومن ضمن الأخبار، هيئة الصحة تطلق مشروع نابض لربط المستشفيات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة والعالم، بما يوحد التقارير الطبية للمرضى وفق أعلى درجات الخصوصية والدقة والسرعة. أيضا نحن مستمرين واليوم آخر يوم في التوعية بمرض السكري والخدمات المقدمة لمرض السكري. مثل ما يعرفون أغلب متعاملين أن خدمات متوفرة للسكري في مستشفى دبي، وأيضا في مركز دبي للسكري، وأيضا هناك متابعات في قطاعات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الأخرى. أيضا كنا حاطين سؤال يوم أمس وصراحة صدمنا من ردة فعل الجمهور. السؤال يقول: كم ساعة تنام يوميا؟ كم ساعة؟ أغلب الأشخاص ينامون تحت الخمس ساعات، ونحن ننصح الجميع أن النوم من الأشياء الفعل الرئيسية، مو بس تأثر على الصحة، تأثر حتى على الصحة النفسية وأيضا الجسدية. ننصح الجميع ينامون 7 ساعات أقل شيء، ونحن كنا حاطين دايجرام في العمر وكم ساعة يحتاجها الشخص أن ينام حسب عمره. فنتمنى أن يدخلون حسابات قناة التواصل الاجتماعي يشوفون كم ساعة ينامون وكم العمر المناسب، كم الساعة اللي يحتاجونها. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن ننصح الجميع دام من العطلة جاية وباشر إجازة بالالتزام بالإجراءات الوقائية، مثل يعني تجنب الأماكن المزدحمة وعدم مشاركة أدوات الشخصية مع الآخرين، وفي حال وجود إعراض مرضية أن الأفضل أن ما يطلعوا من البيت، وإذا كانوا كأسرة أن يسوون برامج وأنشطة داخل المنزل عشان أن يعني عيالهم ما يملون. نتمنى من جميع الالتزام بالإجراءات الوقائية، ودمتم بالصحة والسعادة، ومع السلامة. شكرا أسماء على المعلومات القيمة. وبالفعل احنا نختتم اليوم حملة الشهر للتوعية بالسكري، وبنبدأ موسم جديد، وإن شاء الله بعد الفاصل أعزائي المستمعين رح نتحدث شوي أكثر عن بعض النصائح اللي ممكن تتبعونها أثناء هاي الإجازة. فاصل قصير مستمعينا وبنرجع لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أذكركم أعزائي المستمعين بأرقام التواصل معنا: 600551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006.
مثل ما قالت لنا اسم الجناحي، احنا حين على موسم جميل جدا واحتفالات جميلة جدا باليوم الوطني، وعندنا ما شاء الله إجازة مستمعينا شوي تعتبر طويلة، ومع تحسن الجو ما شاء الله يعني في تنبؤات بسقوط الأمطار وما إلى غير ذلك. بس حابة مستمعين إني أذكركم ببعض الإجراءات اللي لازم أنتوا تحرصون على اتباعها أثناء استمتاعكم بهذا الإجازة الجميلة. طبعا أول شيء مستمعينا أنا أنصحكم أن إذا كنتوا تعانون من أي أعراض أو عدوى تنفسية أو حمى إلى غير ذلك، ما تطلعون من منازلكم إلين ما تستقر حالتكم الصحية. وطبعا يعني دائما نكون حريصين على اختيارنا للمكان المناسب لخروجنا. إذا مثلا شفنا المكان شوي زحمة مزدحم، ما في أي مشكلة أن احنا نغير وجهتنا إلى مكان أقل ازدحاما عشان احنا نستانس أكثر وعشان نحافظ على صحتنا وسلامتنا بعد. وطبعا لازم نحرص على تباعدنا الجسدي بيننا وبين الآخرين، كماماتنا طوال الوقت، وبعد لازم نحرص على حفاظنا على نظافة إيدينا طوال الوقت. بنحدثكم شوي زيادة عن هاي الإجراءات بعد ما ناخذ معانا اليوم راح نتحدث عن موضوع صحتك في الشتاء مع أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي، الأستاذة نجلاء درويش. صباح الخير. صباح النور. صباح النور والسرور وأهلا بالمستمعين. أستاذة نجلاء، لو شوي احنا الحين دخلنا موسم الشتاء والجميع يخشى من امراض الشتاء ومشاكل هذا الفصل، ممكن يعني تحدثينا شوي عن الشائع من هذه الامراض؟ ايه، هو بعشان الجو برد فالجسم دائما يحتاج الى تدفئة، فدائما الناس يلجؤون للحلويات للمشروبات اللي هي عالية بالسعرات الحرارية، ويزيدون بعد كذلك كميات السكر، فبالتالي ممكن تضعف مناعتهم. فنحن عادة نوجههم أو حتى ننصحهم أنهم في هذا الفصل وبالذات الحين مقبلين يعني كل عام وهم بخير والله يرحم شهدائنا إن شاء الله، ونقول لهم يعني إن شاء الله يستمتعون بإجازة كلها صحة وحيوية، بحيث أنهم يمكن يعني يركزون على المشروبات اللي هي تكون قليلة بالسعرات الحرارية ويتجنبون إضافات السكر بكميات عالية، لأن هذه المشروبات تدفي الجسم، لكن أحرص أني أنا أنتقيها يعني بطريقة صحيحة وما يعني أخذها وأضعف من مناعتي وحتى أني أساهم في زيادة الوزن. بعد نقولهم يشربون الشربات الدافية مثل ما ذكرنا المشروبات الساخنة، ويركزون على الأغذية الغنية بفيتامين جيم عشان ندعم عندهم المناعة ونقويها. فنقولهم كذلك الأطعمة اللي هي غنية بفيتامين جيم، الجواف، الفراولة، البرتقال، سيكون تركيزهم على هذه الأغذية، وكذلك الخضروات، البروكلي، فهالأشياء يعني ممكن حتى يضيفونها أثناء الطبخ، ممكن حتى يضيفون الثوم كذلك أثناء الطبخ بحيث أنه يعزز مناعتهم. ونعرف نحن كثير من الناس في فصل الشتاء ينسون الخضروات، فنحن دائما نذكرهم، لأن لما يطلعون حتى يعني طلع عالية جو مفتوح، الأجواء اللي هي الأماكن المفتوحة، فدائما ينسون يشلون معهم الخضروات ويذكرون عمارهم يعني تأكل هالخضروات. شو رأيك إذا يحولونها لشوربة أستاذة نجلة؟ ما دام ينسون يأكلون خضارهم فيحولونها لشوربة. يحولونها لشوربة، بالتالي يستفيدون منها، يعني يستفيدون من القيمة الغذائية ويذكرون عمارهم بها، لأن يحتاجون الياف غذائية، لأن كثير من الناس تعاني من الأمساك بسبب قلة الحركة. أيوة. وبعد نحب نوجه الناس أنهم يعني خلاص تدرين ان الناس في فصل الشتاء يبون المكان الاماكن الدافيه اللي يقعدون يدفون عمارهم جابلين التلفزيون ومسليات وكذا، فنحن نذكرهم ان يعني يمارسون بعض الانشطه الرياضيه، والجو جميل بعد الحين، الجو جميل، فرصه صح، فهي فرصه انهم حتى يمارسون الانشطه الرياضيه اللي يحبونها، يعني مو بشرط بس نقول لهم لا مشي شو ما كان، نشجعهم حتى ان مثلا كره القدم، اي العاب رياضيه اخرى، بحيث ان يشجعون يعني انفسهم على ممارسه الرياضه ويعززون من الصحه، وبعد يعني يجنبون السهر لفترات طويله وينامون فترات نوم كافيه. وفي نقطه بعد حابه اذكرها، الماء،
نبي ناس وايدين ينسون موضوع الماي في الشتاء، ينسون لأنه بارد الجو، ما يشعرون بالعطش، الجو بارد وما يشعرون بالعطش. فنحن نقول لهم لا، ذكروا عمركم دائما بالماي، يعني حاولوا دائما تخلون عندكم الماي تشربونه على حسب احتياجكم. فنحن نقول له ما لا يقل عن لترين، فكل شخص يعني على حسب وزنه، يعني نضرب 30 مثلا في الوزن، فيحتاج مثلا لترين واكثر، يحسبها حسب وزنه وعمره بعد. صحيح استاذ نجم. ايوه حسب الفئه العمريه كذلك، لكن ما ننسى شرب الماء خاصه في فصل الشتاء. اوكي استاذ نجم. في بعض المضادات اللي مثلا مضادات اكسده الشاي الاخضر وهالاشياء، يعني يحدد انهم حتى يعني يشربونه من غير سكر. جميل أستاذة نجلاء، الحديث معك جدا شيق وممتع، شكرا على معلوماتك الجدا قيمة، وشكرا على وقتك. يعطيكم العافية، وإن شاء الله يعني إجازة سعيدة للجميع، ويتمتعون إن شاء الله بالصحة والعافية إن شاء الله. طبعا مستمعينا، يعني مثل ما قالت الأستاذة نجلاء، الموسم الحين جدا بارد، فيعني ننصحكم انكم يعني تاخذون الأشياء الدافية كالشوربات، هي تعتبر غنية بالفيتامينات والمعادن، وفي نفس الوقت تعطيكم الدفوة اللي تحتاجونها. في كثير من المشروبات الصحية اللي تعتبر دافية، يعني اوكي مو مشكلة ان ناخذ شوي المشروبات المليئة بالسكريات عن خاطرنا، بس بعد بكميات معتدلة. وفي العديد من المشروبات الأخرى الشتوية اللي ممكن احنا نستفيد منها بعد. مصطلحنا الطبي اليوم يتحدث عن طيف التوحد. مستمعينا، شو نقصد بطيف التوحد؟ هو اضطراب يحدث يرتبط ارتباط كبير بنمو الدماغ، ويؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين وكيف يتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يسبب في حدوث مشكلات في تفاعله وتواصله الاجتماعي مع الآخرين. هذا الاضطراب لأنماط محدودة ومتكررة من السلوك. شو نقصد بالطيف؟ الطيف هو اضطراب طيف التوحد، مجموعة كبيرة من الأعراض ولها مستويات كثيرة في الشدة. طيف الاضطراب كانت تعتبر في السابق منفصلة عن التوحد ومتلازمة أسبرغر واضطراب التحطم الطفولي، وأحد أشكال الغير المحددة للاضطراب النمائي الشامل. لا زال بعض الأفراد يستخدمون مصطلح متلازمة أسبرغر، اللي يعتقد بوجه عام أنها يعني يعتبر من النوع المعتدل من اضطراب طيف التوحد. طبعا يعني مستمعينا، ما نبي ندخلكم في كثير من التفاصيل والتعقيدات عن طيف التوحد، لكن اللي أقدر نقوله أن هذا يبدأ في مرحلة مبكرة من الطفولة، يعني الطفولة المبكرة، وممكن يؤدي إلى حدوث مشكلات على أداء الاجتماعي. لكن إحنا نقدر يعني أن بالطريقة الصحيحة، إذا اكتشفنا المشكلة، إذا عرفنا المشكلة من البداية، نقدر نروح لأخصائيين ونطلب منهم المساعدة. ومن البداية دائما التدخل المبكر بيساعد الكثير من على المدى البعيد، رح يساعدنا أكثر من أن احنا نتدخل في وقت متأخر. نرجع مستمعينا نذكركم بأهم موسم الإجازة، نذكركم بعد مستمعينا شو هي أهم الإجراءات آمنة في رأيك إذا الواحد بيروح مثلا مطعم أو مقهى. في 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 بعض النقاط لازم تتذكرينها إذا أنت رحت، يعني ممكن أشوف إذا أنت حافظة الدرس ولا لا. حافظة دكتورة. خلاص أنا يعني مثل ما يقولون الطالب المجتهد، من كثر ما عدتي ثلاثي الذهبي. أيوة الثلاثي الذهبي. أولا دكتورة، لازم نترك مسافة آمنة بيننا وبين الآخرين. بالضبط. يعني نحاول إذا المطعم مزدحم أن نحن ما ندخل هالمطعم، نختار مطعم ثاني. وثاني شيء نعقم يدينا بعد لمس مثلا الطاولة أو حتى أي أدوات، ويفضل إذا كانت الأدوات هذه اللي بلاستيكية، استخدام الواحد. يعني الاستخدام الواحد طبعا. وغير هذا بعد دكتورة قلنا المسافة الآمنة، وإن نعقم يدينا. وما ننسى أن بعد ما نخلص الأكل على طول نرتدي الكمامة. بالضبط.
لأن يعني هذه أهم ثلاث أشياء ممكن نأخذها للحفاظ على سلامتنا طبعاً. وشو عن إنك أنت تشاركين ربعك في نفس الجلاس ولا نفس الصحن يعني؟ خلاص شو رأيك؟ راحت أيام مشاركة. راحت أيام الشيرينج صح؟ حتى الحين عاداتنا اختلفت، قبل كل شيء شيرينج الحين حتى الملعقة إذا بتعطينها حق حد من إيد لإيد ما تقدرين. بالضبط، يعني ما ننصح إنك أنت تشاركين أي مشروب أو أي أكلة مع غيرك، كل واحد يكون له صحن الخاص ومشروبه الخاص. بالضبط. وفي العديد من النصائح مستمعينا، إذا حصلنا لنا فرصة بعد الفاصل راح نتحدث أكثر عن هاي النصائح مستمعينا. ناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع فقرة خدمات هيئة الصحة. صحة وسعادة. أعزائي مستمعي إذاعة نور دبي، رجعنا لكم مع برنامج صحة وسعادة، واليوم بنحدثكم طبعا عن موضوع جدا مهم، واللي هو موضوع خدماتنا اللي تقدمها الهيئة في مستشفى راشد. وقبل ما ننتقل للخدمات نذكركم بأرقام التواصل معنا، واللي هي 600-55-1414، وللرسائل النصية 4006. وطبعا من الخدمات اللي تقدمها الهيئة عنا خدمات مركز الأعصاب، وبتعرفنا عن هذه الخدمات الدكتورة ريم أحمد السويدي، أخصائية أعصاب في مستشفى راشد. صباح الخير دكتورة ريم. صباح النور والسرور. أهلا فيك دكتورة. أهلا، مرحبا فيكم. حبينا اليوم نعرف منك عن إمكانيات وخدمات قسم الأعصاب في مستشفى راشد. طبعاً عندنا قسم الأعصاب في مستشفى راشد واحد من أكبر مراكز خدمات الأعصاب في الدولة، يوصل عدد المرضى اللي نشوفهم سنوياً أكثر من 20,000 مريض. الخدمات اللي نوفرها كذا خدمات، عندنا خدمة الطوارئ، طبيب مناوب 24 ساعة في مستشفى راشد، بالإضافة إلى العيادات الخارجية، عندنا عيادات عامة وعيادات تخصصية، بالإضافة إلى المرضى المنومين، على الأغلب تكون مرضى الحالات الحرجة. غير عن كذي عندنا الاستشارات للمرضى المنومين في مستشفيات أخرى مثل مستشفى دبي ومستشفى لطيفة. نعم. وقسم متخصص لفحص الفسيولوجيا العصبية اللي يكون فيها تخطيط الأعصاب، تخطيط عصب العين، وبعض الفحوصات الأخرى. نعم دكتورة، مثل ما ذكرتي أن قسم الأعصاب قسم يعني من الأقسام المتخصصة المطورة في مستشفى راشد، حبينا نعرف شو هي المشكلات المتواجدة والأمراض الشائعة اللي توصل لكم في المستشفى. عندنا نفس ما قلنا حالات الطوارئ، في حالات طوارئ نتعامل معها مثل حالات السكتات الدماغية الحادة أو حالات التشنجات الحادة. المرضى المنومين عندنا أمراض أخرى مثل أمراض التهاب الدماغ المناعي، أمراض التصلب اللويحي، أمراض الصداع، الشلل الرعاشي، وبعض اضطرابات الحركة. نعم، وحبينا أيضا دكتورة تذكرينا بإمكانيات قسم الأعصاب، هل عندكم أجهزة متطورة، إمكانيات متطورة يميز قسم الأعصاب في مستشفى راشد عن باقي يعني المستشفيات اللي لها أقسام الأعصاب؟ عندنا بعض العلاجات المتقدمة لمرض الشلل الرعاشي، منها مضخة الدوبامين، مضخة الأبومورفين، وحتى بعض البرامج اللي هي تحفيز العميق للدماغ، هذا حق أمراض اضطرابات الحركة. عندنا بعد علاجات متقدمة لعلاجات الصداع، منها الحقن اللي تحت الجلد اللي تأخذ مرة شهريا، بالإضافة إلى حقن البوتوكس للصداع المزمن موجودة في مستشفى راشد، ممكن حتى نعطيها المرضى في العيادات الخارجية من دون مثلا ما يحتاجون أن يتنومون عندنا في المستشفى أو يكونوا موجودين لفترة طويلة. نعم دكتورة، لو حاب المتعامل أنه يوصل لقسم الأعصاب في مستشفى راشد، ممكن تخبرينا كيف ممكن أنه ياخذ موعد لقسم الأعصاب عندكم؟ في هيئة الصحة في دبي عندهم الرقم الموحد 800 موجود، ممكن أن يتصلون أساس يطلبون موعد، بس الطريقة أن المفروض أي مريض ينشاف في البداية في وحدات الرعاية الأولية
على أساس الدكتور دكتور طبيب الأسرة هو يشوفه يحدد إذا هو يحتاج ينشر في قسم الأعصاب أو لا ويطلب للتحويلة. عادة نحن نشوف المرضى نقدر نقول وقت قياسي من أسبوع أو أسبوعين ممكن يحصلون الموعد أن ينشافون عندنا في العيادة إذا كانوا يحتاجون. نعم يعني مثل ما ذكرنا أنه يمكن للمتعامل أول شيء أنه هو يروح لأقرب مركز صحي له ويأخذ يعني الطبيب هناك بيحوله على مستشفى راشد لقسم الأعصاب عندكم إذا هو كان فعلا يحتاج أنه يتواصل معكم. صح نعم دكتورة ممكن تقولي لنا نصيحة تقدمينها للمستمعين في هذا المجال؟ أحس إذا بقول أهم نصيحة عندنا في قسم الأعصاب لمرضانا الالتزام بالدواء. الالتزام بالأدوية اللي نوصفها بالطريقة الصحيحة ممكن تكون واحدة من أهم النقاط أن نوصل لشفاء إن شاء الله. يعني أنه ما تصير مضاعفات لأن أغلب المرضى اللي نشوفهم في الطوارئ إذا صار في خلل في صرف الدواء ما أخذوا الدواء بطريقة صحيحة أو حتى نسوا يأخذون الأدوية هذا يأثر سواء كانوا مرضى صرع مرضى اضطرابات الحركة مرضى التصلب اللويحي أو حتى أمراض السكتات الدماغية. نعم. أهم شيء بالنسبة لنا أن يلتزمون بالأدوية. نعم طبعا هذه نصيحة جدا جوهرية دكتورة ريم. طبعا نحن شاكرين لك اليوم تواجدتوا معنا وتعريفنا على خدمات قسم الأعصاب في مستشفى راشد وطبعا هذا القسم من الأقسام اللي نال ثقة المتعاملين ورضاهم. شاكرين لك وقتك دكتورة ريم وإن شاء الله نلتقي فيك مرة أخرى في مواضيع أكثر عن قسم الأعصاب في مستشفى راشد. شكرا يعطيكم العافية. طبعا قسم الأعصاب في مستشفى راشد معروفين عن تميزهم وأنهم دائما حريصين على أن يستحدثون آخر العلاجات والابتكارات اللي تصب في مصلحة المرضى والمتابعين لهم آمنة. نعم اليوم راح نتحدث عن موضوع جدا مهم عن صحة كبار السن اللي هو النوم وأهميته لتعزيز صحتهم. احنا كنا نعرف مثل انا اسمه يابت طاري عدد ساعات النوم اللي ننصح فيها الجميع والصدمة كانت ان الكثير منهم لا ينام بالشكل بعدد الساعات الكافي ويمكن حتى امن هاي الساعات بعد ما يعني ما ينامها بشكل متواصل ويكون متقطع فحتى هاي الخمس ساعات هذه اللي ينامونها يمكن حتى ما منها ذيك الفائدة الصحيحة في النوم الصحيح هذا. فاليوم راح يحدثنا الدكتور تامر محمد استشاري طب المسنين عن النوم وكبار المسنين. صباح الخير دكتور تامر. صباح النور حضرتك. لو شوية تحدثنا عن فوائد النوم دكتور وكيف يكون النوم صحي. طبعا حضرتك هو النوم من الحاجات اللي الناس لا تعطي فيها بالا إن كان هو لو لاحظنا هو واحد من الغرائز الأربعة الرئيسية للمخلوقات يعني جميع المخلوقات الموجودة على كوكب الأرض بما في ذلك النباتات لها دورات نوم وصحية. حتى الطيور المهاجرة يعني الطيور اللي بتهاجر الأطلنطي اللي بتطير أيام وقت ما هي بتطير لازم تنام لازم تنام ولو كان ده جزء من الثانية بتصحى تاني يعني بتدخل في دورات النوم تنام رسم المخ بتاعها يبان انه بتنام وتصحى. احنا بنقضي تلت عمرنا بالنوم مش معقول ربنا خلق بالضبط وتلت عمر البني آدم المخلوق بتاعه هو يمثل إبداع من إبداعات وإعجاز معجزة من الخالق تلتها بينام ده مش فاضي. لا احنا وقت ما بننام حضرتك الجسم بيرجع تاني للبروجرام الاصلي اللي كان فيه طول النهار. احنا بنبتدي تغير المناعه بتاعتنا استجابه الهرمونات البيئه الخارجيه بتلخبط الضبط الاساسي زي ما عندنا التليفون لما يقف كده بنطفيه ونولعه تاني. حضرتك احنا لازم نعرف ان احنا اولا الذاكره لما بنتكلم عن الذاكره عشان تتحول من فصيله الامد يعني كل الحاجات اللي احنا ذكرناها في حياتنا دي نتيجة ان احنا في مرحلة من النوم بيتم تحويلها الى ذاكرة طويلة الامد عشان نقدر نساعدها بعد كده من غير كده مش هيحصل. بالضبط. الهرمونات عندنا هرمون زي الجروس هرمون يعني احنا بنتكلم في بناء البروتين في الجسم. اي لاعب رياضي اي ما تسأله الكلام ده اي لاعب رياضي عارف ان من غير نوم كفاية انسى انه جسمه يبني بروتين جديد لان عندنا 50% من الجروس هرمون اللي بيطلع في ال 24 ساعة كلهم بيطلع وقت النوم
بيطلع في ثلث ساعة فقط في المرحلة الأولى من النوم، لو ضاعت انت ب 50% دول. نعم دكتور. نعم دكتور، طبعا مثل ما قلت وحدثنا عن أهمية النوم، نبي نعرف منك طبعا كم ساعة يحتاج يعني الشخص الكبير في السن عندنا في البيت كم ساعة يحتاج لنوم هادئ وأنه هو يستفيد من هذه الساعات اللي بينام فيها؟ طبعا هي بتفتح حسب السن من أول الأجنة، يعني لما احنا كنا أجنة في بطون أمهاتنا محتاجين 20 ساعة نوم في اليوم في 24 ساعة، بيبتدي يقل الوقت ده يعني في الأطفال المدارس بيبتدي الكلام ده ممكن يبقى 9 ساعات في اليوم، لغاية ما نوصل لكبار السن احنا محتاجين من 6 إلى 7 أو 8 ساعات في اليوم حسب حاجات كتير. لازم منهم ساعتين على الأقل متواصلين. يعني أنا ممكن أفرق النوم في كبار السن، الناس تقول لك كبار السن مش محتاجين غير 4 ساعات، لا، النموذجين اللي احنا نعرفهم ناموا 4 ساعات اللي هم مارجريت تاتشر ورونالد ريجن والاثنين كانوا الزهايمر. احنا دلوقتي بنعرف ليه ان قله النوم بتجيب الزهايمر، بتجيب ضعف المناعه. احنا عارفين دلوقتي، كنا بنقول انها في ارتباط، لا احنا عارفين دلوقتي الطريقه الخطوات اللي بيؤدي فيها النوم الى الزهايمر. فبالتالي حضرتك كبار السن محتاجين 6 7 ساعات منهم ساعتين متواصلين بدون ادويه. خلي بال حضرتك بدون ادويه، لان في فرق ان انا انيم واحد طبيعي ونايمه بدواء. النوم ما هوش عمليه فاتن زي ما قلت حضرتك، ربنا بيخلينا 8 ساعات في الوقت ده لازم المخ يقوم بخطوات معينه. لو انا اديت دواء صح اخلي المخ غير نشط بس ما يقومش الخطوات دي. نعم كذلك يعني دكتور، مثل ما نعرف هناك ارق يصيب البعض وخاصه كبار السن، فممكن تحدثنا اكثر في هذا الموضوع؟ طبعا حضرتك احنا لازم نفرق لما يجي حد يشتكي ان هو بيدمش من حاجتين اتنين، هل النوم ده غير مشبع ولا غير مشبع. يعني ايه؟ انا بقوم شبعان نوم، انا ممكن انام 16 ساعه زي من هنا لتايوان في الطياره واقوم مكسر عظمي مكسر وعايز انام تاني. لا، نوعيه النوم، جوده النوم. فقلت زي ما قلت حضرتك ان هو انا ممكن نايم واحد بدواء، بس الدواء ده مش هيخلي لي الدواء. غالبا معظم الناس اللي بتاخد ادويه عشان تنام عارفه انها بتصحى مكسره. فبالتالي حضرتك لو النوم ده مشبع، وده غالبيه الناس بتقول لك انا ما بعرفش انام غير ساعه واحده، لا هو انت يتهيأ لك انت اكثر من 4 ساعات على كذا يوم ممكن يحصل لك مشاكل كتير. بالظبط. في حضرتك غالبا بيبقى بسبب الفرجمنتيشن او تكسير النوم. يعني انا عندي حضرتك جلاصه وزنها هي قائمه 100 جرام، لو كسرتها برضه هتبقى وزنها 100 جرام. كبار السن حضرتك عندهم مشكله الاطفال ان هم حضرتك بيناموا الصبح بيصحوا بالليل، هم ما بيحسبش عدد ساعات اللي بينام الصبح. بيجي بالليل خلاص خد كفايته من النوم. أيوة. بينام ساعتين وخلاص، يقول لك انا ما بنامش غير ساعتين، لا انت الصبح تنام نص ساعه وبعدين تصحى وتنش وتاكل وبعدين تنام نص ساعه، بيجمع لك في اليوم 5 ساعات 6 ساعات بما في ذلك ساعتين بالليل اللي انت بتعتبرهم ساعه او نص ساعه. النوع الثاني بقى اللي هو النوم غير مشبع بقوم مكسر، بيبان ازاي؟ ان انا مثلا في الاوقات المفروض فيها صاحي مثلا في وانا بتفرج على الفيلم اللي انا بحبه بنام، بقرا قران بنام في الصلاه في صلاه الجمعه. لو انا بسوق سياره بنام في الاشاره، الحاجات دي حاجه خطر، معناها ان النوم بتاعي فيه مشكله. اوكي. ولازم تدخل. لا بقى مش مشكله فرجمنتيشن اوف سليب، لا يعني مش حكايه انا بنام بشكل مختلف في مواعيد مختلفه، لا دي قصه ثانيه بحتاجه تحليل بقى. طيب دكتور، متى يعني نقدر احنا يعني ننصح كبير السن ان يراجع الطبيب اذا عنده مشاكل في النوم؟ يعني متى علامه الخطر اللي يعني تنصح فيها كبير السن يراجع فيها الطبيب؟ هو مش كبير السن، اي حد. اي شخص. احنا قلنا احنا عندنا حضرتك كبار السن طبعا، بس كبار السن احنا قلنا في نوعين، النوم الرنانروستريت او غير المشبع والنوم المشبع. النوم المشبع ده غالبا محتاج بس تنظيم اسلوب الحياه، ودي في نصايح اسمها سليب هايجين. لو دور على نصائح النوم الصحي، دور على الانترنت هيلاقي منها كتير، هم 10 معروفين. لما يحس ان النوم بتاعه غير مشبع زي ما قلت ان هو بيصحى تعبانه عنده رغبه او بيحصل الاعراض اللي انا قلتها انه بينام في اوقات مش مطلوبه، ده المفروض يطلب هني يستشير الطبيب عشان يعني ممكن تبقى في ممكن دوم الادويه اللي بياخدها ومش حاسس، او في امراض كتير تؤدي. دكتور تامر محمد، هل في نصيحه اخيره تعطيها للجميع بشكل عام وكبير السن بشكل خاص؟ بالنسبه للناس عموما حضرتك، احنا بالنسبه للنوم ده من اهم الحاجات اللي بتؤدي الى بناء الجسم وليس فقط تحسين المزاج. لا احنا حضرتك الاطفال معروف حتى في انجلترا الفرق بين اوروبا وامريكا ان معدل التحصيل الدراسي بقى احسن
بسبب حاجة بسيطة جدا جدا في المدارس. المدارس في أمريكا بتفتح متأخر ساعة، يعني تخيل أن مجرد تأخير معاد فتح المدارس في أمريكا أدى إلى تحصيل طلبة في المدارس في ودرجاتهم زادت 100 درجة من 700 عن الأقران الأوروبا، لمدرج أن انضبطوا ساعات النوم مع ساعات الدراسة. ده يعني حاجة بسيطة جدا. فمن البداية بتاعتنا لازم وإحنا أطفال ونعلم أطفالنا أن ما فيش حاجة اسمها نسهر بالليل عشان نتفرج التلفزيون. أنا أوافقك الرأي وبشدة. أنا ضد الأهالي اللي يسهرون أطفالهم للساعة 10 و11 و12، وفي الأهالي يخلون أطفالهم إلين الفجر دكتور بحجة إنها إجازة وخليهم يستمتعون بإجازاتهم. أنا أوافقك وبشدة دكتور. دي حضرتك جريمة في تشكيل. أنا أعتبرها بعد أنا أوافقك بعد إنها جريمة في حقهم. هقول لحضرتك الجريمة دي بتبقى شكلها ايه. في انجلترا في السويد على ما اظن يتم الاعتراف بان فترات العمل المسائية، يعني لو في ممرضة طلعت معاش طلعت تقاعد وجالها ورم في الثدي وكانت بتاخد دوري يعني نبطشات في الليل شفتات الليل بتعترف الحكومة انها سبب في الورم، ومش بقول انها ساعد سبب يعني النوم بالليل قلة النوم بالليل تؤدي الى زيادة اورام الثدي في السيدات وورم تاني، والحكومة ملزمة تدفع تكاليف العلاج. انجلترا بيتم اعتراف بكده وفي النظام الصحي العالمية بتعترف ان تغيير مواعيد النوم بالليل بشكل متقطع في فرق بالنفس، يعني بينام مثلا 5 أيام وفجأة ليلة بيصحى بالليل دي مشكلة، لكن اللي ظبط مواعيده بقى زي حارس الليل والكلام ده خلاص هو يوم بيزمه كده. دكتور تامر الحديث معك جدا شيق وممتع، والموضوع جدا يعني مهم مش لكبار السن فقط ولكن لجميع مستمعينا. شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك القيمة دكتور. تحليلك سعيد، شكلك مبراق طول الليل وعلامات الأرق باينة عليك. طبعا تناول وجبة ثقيلة قبل النوم تسبب عسر هضم يؤدي إلى الأرق، ولكن الأرق مشكلة لها تأثيرات صحية ونفسية، وحسب منظمة الصحة العالمية 70% من الأمراض سببها اضطرابات النوم. حول العالم 1 من 3 أشخاص يعانون من الأرق خلال فترة من حياتهم، وفي الإمارات 25% يعانون من اضطرابات في النوم. هي تلاقي واحد عنده مشاكل في حياته أو عمله مو قادر يرقد، مما يسبب الأرق في 40% من الحالات. ولكن في بعض الأسباب قد تكون عضوية مثل التعب، الألم، أمراض السكري، الغدة الدرقية، أو أسباب سلوكية مثل زيادة الوزن، الكسل، الخمول. ولا تقول أنا باخذ قيلولة بعض الظهر، لأن بالفعل نوم ساعة واحدة في الليل يوازي نوم 3 ساعات في النهار. حاول سعيد أنك تكون هادئة بالنوم ولا تفكر في المشاكل، وابعد الجوال عن سريرك، ناموا ما بين 7 و8 ساعات ليليا، وعساكم دوم صح وسعادة. صحة وسعادة مستمعينا، مثل ما سمعتوا ان الدكتور وان النوم بالليل وخصوصا فترة الليل ويعني وانا ازيد على كلام الدكتور النوم بعد الساعة 10 في ساعات ذهبية لازم احنا نحرص ان احنا ننام فيها عشان نخلي الجسم يعيد بناء نفسه، عشان في هرمونات ما تنفرز الا في هذا الوقت، واحنا نحتاج هاي الهرمونات واحنا نحتاج هاي عملية البناء هذه لجسمنا عشان احنا نقدر نستمر ثاني يوم نكون بكامل طاقتنا. النوم بعد الساعة 10 الى الساعة 3 هاي احنا نعتبرها الساعات الذهبية ان الشخص لازم يحرص ان ينامها امنة، مو عشان فقط ان احنا فقط ننصحكم، لا في عديد من الدراسات اللي تقول ان اثناء نومك هاي الفترة انت تحافظ على صحتك وتحافظ على مستوى التوتر عندك وتحافظ على العديد من الاشياء، وايضا حتى مناعتك ايضا ممكن انت تزيد من المناعة بنومك لهاي الساعات. نعم نعم دكتورة، النوم جدا مهم مثل ما ذكرتي، ونتمنى من أعزائي المستمعين أنهم خذوا بهذه النصائح اللي اليوم
قال لنا إياها الدكتور تامر لأنها كانت نصائح مهمة سواء لنا أو لكبار المواطنين طبعا. وفي نقطة بعد أنا أشدد عليها أنه مش فقط ساعات النوم، نوعية النوم اللي أنت تنامها، في العديد من السوع اللي تلبسينها اللي يعطيك فكرة أنك أنت كيف دورة النوم عندك. في عدد معين، في دورات معينة أنتوا تقدرون تقرون عنها أكثر، وممكن نخصص لها حلقة آمنة نتحدث عن دورات النوم. نعم. في هاي الأبليكيشنز ممكن تشرح لك وتعطيك فكرة أنت كيف نومك بالليل، هل أنت تنامين بطريقة صحيحة وغير صحيحة. ساعات الناس ينامون في غرفة مضيئة أو مليانة أجهزة كهربائية أو ينامون التلفزيون مفتوح، هاي كلها تراها تأثر في دورة النوم عندك، وممكن أنت تنشين ثاني يوم تحسين نفسك مو بنايمة. نعم. ليش؟ حلو عشان طبعاً. هاي المنبهات اللي موجودة حلو حولك. الإنسان دكتورة يثقف نفسه حتى في موضوع النوم، وأنا صراحة بروح اليوم أقرأ عن هذا الموضوع، بروح أقرأ عن موضوع النوم لأن شد انتباهي. نعم. صراحة. وحين احنا حين راح طالعين على اجازه طويله امنه وراح يكثر فيها السهر، احنا يعني نذكر المستمعين ان استمتعوا بوقتكم، لكن لا تخلون هالكم من يوم يخرب من جدولكم الصحي ونمط حياتكم الصحيه. يعني استمتعوا في ظل حفاظكم على صحتكم. وبعد امنه يعني في ختام حلقتنا، في ختام حلقتنا يعني أنا استغل هذا الوقت أني أهني جميع مستمعينا بيومنا الوطني، وأبارك للجميع لرئيس دولتنا ونائب رئيس دولتنا وجميع حكامنا وقادتنا وجميع المستمعين المواطنين والمقيمين باليوم الوطني هذا. استغل هذا الوقت وأبارك لهم، وإن شاء الله تكون سنة خير وتتبعها العديد من سنين الخير إن شاء الله. ومعا احنا راح نقدر نوصل دولتنا الى اعلى المقامات ونوصل للمرتبة الاولى دائما. نعم. وفي هذا اليوم دكتورة يزداد اعتزازنا وانتمائنا باننا ابناء هذا الوطن، وباننا ولدنا وتربينا تحت ظل هذه القيادة الرشيدة. كل عام وطني الامارات بالف خير، كل عام وقيادتي الرشيدة تنعم بالخير، كل عام وأبناء وطني الإمارات ينعمون بالأمن والأمان. وفي ختام حلقتنا مستمعينا يعني نتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. أشكر لكم حسن متابعتكم، أشكر زميلتي آمنة على مساعدتها في التقديم عنا، أشكر مخرجنا المبدع اليوم معانا نمر، والأستاذة إسراء الهاشمي في الإعداد وفي التنسيق. ومستمعينا نتمنى لكم إجازة سعيدة وآمنة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.